الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القصة العظيمة أيها المسلمون الكرام، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقصها على اليهود والمشركين الذين حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بغيا وظلما وعدوانا على ما شرفه الله تعالى به وأصحابه من النبوة والكتاب. فلما وقع منهم الظلم والحسد قال الله تعالى لنبيه: واتل عليهم، أي قص عليهم، نبأ ابني آدم، وهما قابيل وهابيل كما ذكر المفسرون، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. والقصة أيها المسلمون أن آدم عليه السلام كان يولد له من الأبناء اثنين اثنين، فكانت حواء تلد ذكرا وأنثى في كل بطن من البطون، ونتيجة لأنه لا يوجد من البشر غيرهم اضطر أبناء آدم إلى أن يتزوج الأخ من أخته، ولكن لا يتزوج من أخته صاحبة البطن الواحدة، يعني التوأمة بتاعته ما بتزوجها، إنما يتزوج توأمة أخيه. فكان قابيل أكبر أبنائه، وأخته توأم التوأمة بتاعته كانت جميلة، فولد من بعدهم هابيل، وكانت أخته دميمة ما جميلة. ومعروف كما أخبرهم أبوهم إن العادة أن يتزوج هذا بأخت هذا. فأما هابيل وهو الطيب فرضي، وأما قابيل الأكبر منه فلم يرضى، لأن أخته كانت أجمل، قال هي أختي وأنا أحق بها. فعند ذلك أمرهم أبوهم أن يقربوا قربانا، يعني طلعوا قربان لله، فالذي يتقبل منه القربان هو صاحب الحق،
وكانت علامة قبول القربان أن تأتي نار فتأكل القربان. النذر اللي بيطلع الزول أو القربان ده تجي نار تأكله، دي علامة قبول القربان. فكان قابيل الكبير صاحب زرع، وكان هابيل الأصغر صاحب ضرع، يعني صاحب تربية حيوان. فأخرج صاحب الزرع جزءا من زرعه، حتى إنه أخرج زرعا رديئا. ده قابيل الكبير أخرج زرعا رديئا، وأما هابيل فأخرج كبشا سمينا. وذكر ابن عباس أن هذا هو الكبش الذي أنزل فيما بعد فدا لإسماعيل عليه السلام. فجاءت النار فأكلت كبش هابيل ولم تأكل زرع قابيل، فتقبل الله إذن من هابيل ما قرب ولم يتقبل من قابيل. حتى ذكر المفسرون أن قابيل لما أخرج القربان كان في نفسه يقول: لا أبالي أيقبل مني أم لم يقبل، عشان كده طلع قربان رديء ذاته. فلما تقبل الله من هابيل قال: لأقتلنك. إذن يا أخواننا لاحظوا، جمع قابيل ما بين معصية الوالد ومعصية الله وخيانة الرحم والتعدي والظلم. قال: لأقتلنك. أخوه أدى موعظة، قال له: إنما يتقبل الله من المتقين. الصدقة اللي أنت بتطلعها وأي عمل صالح أنت بتعمله ربنا بيتقبله منك لو أنت متقي، لمن تعمل العمل لله ما للناس. إنما يتقبل الله من المتقين، وهذه قاعدة يا أخواننا في أي عمل صالح. ربنا ما يتقبل العمل إلا مع التقوى لله والإخلاص في العمل. والإنسان إذا ربنا تقبل منه عمل واحد فهو من المتقين، وإذا كان الإنسان من المتقين فاز بالجنة. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو علمت أن الله تقبل مني عملا واحدا فهو خير لي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ليه؟ لأن ربنا ما بيتقبل إلا من المتقي، وإذا كنت من المتقين ربنا قال عن المتقين: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كده نجحت أنت. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. بعد ذاك وراه حكم مهم جدا، أن تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ومن هنا الناس تعرف حرمة الدماء يا أخوانا، الناس ما تتساهل بها. ونحن نعيش في زمان فتن، وآخر الزمان يكثر فيه الهرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكثر الهرج. الهرج معناه القتل، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. نحن في زمان فتنة، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. الدم يا أخواننا مشكلة، ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عمل حسابك من دماء المسلمين. فقال له: لئن بسطت إلي يدك، والبسط هو مد اليد، والبسط معناه والضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال له: أنت شيل الذنب وأنا ما بسألك ولا بمد لك يدي، ولو دار تقتلني أقتلني. فقتله. ربنا قال: فأصبح من الخاسرين. خسران، خسران دنياه بالندم اللي حيعيش بقية حياته وهو قاتل لأخيه، وخسر آخرته كان من أصحاب النار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في القصة وإن لم تكتمل بعد أيها المسلمون الكرام فوائد عظيمة. أولها أن الحسد يصل بالإنسان إلى قتل النفس. السبب هو الحسد. كيف ربنا يتقبل من أخوه وما يتقبل منه هو؟ فأعمل حسابك واعلم أن الحسد اعتراض على الله، لأن ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق في الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ومن الإيمان بالله والتوحيد، من صميم التوحيد أن تعتقد أن قسمة الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. أنت ما لك فايد، ولا البشر ما لهم فايد، ولا أنت بتجيب الرزق لنفسك، ولا أنت اللي بتتحكم في توزيع الأرزاق. ترضى بالقسم ربنا وترضى بما أعطاه الله لأخيك، لأنه دي من عند الله سبحانه وتعالى. ما تحسد زول على أي نعمة ربنا أداله، هذه واحدة. الثانية، من أسباب القتل الطمع. السبب الخلاه يقتل أخوه طمعا في أخته، فوصل إلى القتل بسبب الطمع. ومن أسباب القتل أيضا الظلم، لأنه ده الحكم الشرعي اللي ربنا جعله اليوم، إنه أي واحد يتزوج أخت الثاني هو رفض. ومن أسباب القتل أيضا التجرؤ على الوالد. ولهذا يا أخواننا اعلموا إن الإنسان إذا كان في الصغر لم يتعود على بر أبيه فلن يتعود في الغالب على طاعة ربه إذا كبر. فمقياس طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتربى النشأ على بر الوالدين. واعلم إن ولدك إذا انفلت منك في برك أنت، فاعلم إنه حينفلت في الدين كمان وفي طاعة ربنا. ولهذا ربط العلماء بين بر الوالدين وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده دائما بتلقى الزول مع الله كويس، بالضرورة هو مع والدينه كويس. فقابيل اعترض على أبيه وتجرأ على حكمه، عشان كده طوالي انتقل الأمر أنه تجرأ على حكم الله سبحانه وتعالى فقتل أخيه. طيب، ربنا قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لأنه ده أول موت حصل في الأرض. أول موت حصل في الأرض هو الموت ده، وكان مقتولا. فالغراب جاء بيوريه، الغراب عنده أخوه مات جاء دفنه، فورى ذاك كيف يتعامل مع الميت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ربنا قال فأصبح من النادمين. واعلم أيها المسلم إن أي معصية أنت تتجرأ فيها على ربنا عاقبة الندامة، أنت حتندم. ولهذا تعقل، وقبل ما تعمل أي خطوة في حياتك شوف الدين شنو بقول فيها، وشوف الصح شنو، وأعمل الصح ما حتندم، وتعمل الغلط حتندم. قال فأصبح من النادمين. بعد ذاك ربنا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى آخر الآية. ويتحمل قابيل ابن آدم الأول نصف عقوبة أي قتل وقع في الأرض إلى يوم القيامة.
يتحمل نصه، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على ابن آدم الأول شطر ذنبها، النص بيحمله. ولهذا قال العلماء: من سن سنة سيئة يحمل مع الناس اللي بيعملوها من وراءه، يحمل معهم شطر الإثم إلى يوم القيامة. الناس الليلة اللي بيأذوا عباد الله في الطرقات، واللي بيكسروا سياراتهم، واللي بيقفلوا الشوارع، واللي بيأذوا الناس بأي نوع من أنواع الأذية، واللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل، واللي بيقتلوا النفس المحرمة والنفس المعصومة النفس المؤمنة، واللي بيستبيحوا حرمات الناس، كل من سن في هذا المجتمع سنة سيئة يحمل ذنب أي زول عمل إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والعافية، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.